السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعد مباراة الجزائر وغينيا الودية والقنوات الناقلة غدا إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك ولايك وشير وبرتاجي للفيديو وليكم تفاصيل الخبر. يستضيف منتخب الجزائر منتخب غينيا مساء يوم الجمعة القادمة بتاريخ 23 من شهر سبتمبر الجاري في إطار استعدادات الخاصة لكلا المنتخبين لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة. وتنطلق صافرة بداية مباراة الجزائر وغينيا وفقا للمواعيد الرسمية التالية بتوقيت الدول العربية: الساعة 8 مساء بحسب توقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة 9 مساء بحسب توقيت جمهورية مصر العربية والسودان وليبيا، الساعة 10 مساء بحسب توقيت المملكة العربية السعودية وقطر وفلسطين، والساعة 11 مساء بتوقيت دولة الإمارات. والقنوات الناقلة هي القناة الأولى الأرضية الجزائرية HD والقناة الشبابية 6 TV. طبعا بنتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري، ولا تنسوا الاشتراك ولايك وشير وبرتاجي للفيديو.